يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة. ان شاء الله اليوم بنزل معاكم وصفة الكيك اليومي، جميل جدا للصبح كده الفطار او العصاري. سهل وسريع ولذيذ وكله كده في الخلاط، يعني حتى لو انتي اول مرة تخش تعمليه هتعمليه وينجح معاكي من اول مرة. كيك حليبي زي ما انتوا شايفين كده، منظره جميل قوي وقوام وريحته بتقلب البيت. تعالوا بقى معايا نتعرف على المقادير، بس اتمنى تضغطوا معايا اشتراك من القناه من اسفل الفيديو، وكمان فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش لايك لايك لايك. دلوقتي هنعمل بعض كيكه الحليب وهوريكم ازاي قلبها بيبقى ابيض وجميل. عندي هنا 2 بيضه، وعندي نص كوبايه سكر، وعندي ربع كوبايه من الزيت، وعندي معلقة فانيليا، وعندي علبة حليب، تمام. وهنا هنضيف ايه، معلقتين حليب بودرة، معلقة 2، وهبدأ ان انا اخلط الحليب ده كله. وهحتاج كوبايتين طحين، هحطهم هنا في البولة، كوبايتين طحين عليهم نص معلقة بيكنج باودر ومعلقة خل، بس كده. هي دي كده مقاديري، هضرب دور وارجع لكم نكمل الكيكة. دلوقتي بقى الاستاند عشان تبقوا معايا. ده هنا الخليط اهو، نجيب كوبايتنا النظيفة، كوباية كوباية 2، كوباية بيكنج باودر، معلقة من الخل، وبس كده. هتجيب الصينيه بتاعتك، بحب دايما اعمل الكيك اليومي ده في صينيه نفس طريقه التوست، البخبز فيها التوست. هتدهنيها نقطه صغيره خالص زيت، بعد كده هتنقلي فيها الخليط وتحطيه على الصاجه اللي بالنص لمده 3 ساعة لغايه ما يستوي. تتاكدي اي ستيكس كده ان هي ما فيهاش عجين، تولعي الشوايه من فوق وبس كده. تبارك الرحمن. بصوا 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 بصوا، شايفين 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 الطراوه، شايفين اللون نفسه، شايفين القوام، حليبيه 100%، والطريقه يمي يمي. يلا بقى دلوقتي انا هبدا ان انا اطلعها معاكم واحطها هنا. اول حاجه هتعمليها هتبداي بسباتيولا كده، تعملي بس كده عشان تتاكدي ان هي طلعت من الاطراف، تمام. يلا بعد كده بقى ايه، هنبدا ان احنا ننقلها على اي بورد عندك او الكاتنج بورد اللي بتقطعي عليه اي حاجه عندك وتحطي. انا هحطها على الطبق دوت. انا كتير سالتوني على الاواني الخشبيه بتاعتي، بالرغم ان انا عملت قبل كده معاكم ريفيو عنها من سنه لما شاريتهم، بس هقول لكم تاني، من بنتا. كل اواني الخشبيه بتاعتي يا من بنتا يا من ايكيا او ايكيا، تمام. البنت مكتوب عليهم بنت، اي كده مكتوب عليهم اي. انا اجيب الكيكه بتاعتي كده واقلبها. يا سلام، يمي يمي يمي. شوفوا 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 الصينيه. يلا تعالوا شوفوا الكيكه، برضه الكيك بتاعي. يا عيني يا عيني، شوفوا شايفين الجمال، شايفين يا الله. شوفوا الكيكة، تينن تينن تينن. يلا تمام، بس كده. تقدروا تعملوا منها كميه وتشيلها بالفريزر تطلعها وقت الفطار. بس هبدأ بقى اقطعها معاكم، هخلي الجزء اللي احنا هنفطر منه وجزء هشيله بعلبه برده بالفريزر. يا سلام بقى دي لما تقطعيها كده وتديني على وشها
قطعة جيمر صغيرة، جبنة، يا الله رهيبة حقيقي. طعمها مع كوباية الحليب تبارك الرحمن، شاي الكرك، كوباية حليب دافية، شاي أحمر زي ما تحبي تشربيها بيه، جميلة جميلة جميلة. يلا اتمنى تاخد لايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات، والسلام تمام عليكم. كده. انا حطيتها، بصوا زي ما انتم شايفين رصيتها في علبه بلاستيك تبقى موجوده بقى ايه على الجنب كده. بصوا جمال الكيكه، شوفوا الشنزفنجية، شايفين شايفين قلبها ابيض ازاي منور. في كيك بيبقى لونه اسود من جوه، عارفين ليه؟ بيبقى السكر نوعه مش حلو. شايفين السفنجة ازاي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن بجد. بس كده، ده الكيك يعتبر، ده اسمه كيك الفطار اليومي. بيختلف او بيختلف عن الكيك العادي، ده بيبقى شويه كده كيك الفطار، بيبقى شويه متماسك شويه، تمام، بيبقى مقرب للتوست. لايك 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 لايك.